متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم النشرة الجوية الأسبوعية كما عودناكم نأتيكم بها كل يوم سبت للحديث عن الأحوال الجوية بشكل مجمل المتوقع خلال هذا الأسبوع. بعد موجة الغبار الشديدة التي تأثرت بها مناطق شمال غرب المملكة سواء اليوم أو حتى يوم أمس، يتوقع أن تخف حدة هذه الموجات الغبارية اعتبارا من نهار يوم غد الأحد، والتي نبدأ بها نشرتنا الأسبوعية. كما نلاحظ هناك استقرار عام على الأجواء في أغلب مناطق المملكة مع بدء لعودة من الارتفاعات على درجات الحرارة، متوقع أن تصل في العاصمة تقريبا إلى 26، في مدينة جدة 30 درجة مئوية، إلا أن هناك نشاط للرياح الشمالية متوقع على مناطق المطلة على الخليج العربي، فربما تكون هناك بعض الأتربة المثارة على منطقة الدمام ومدينة الدمام، ودرجة الحرارة هناك تقريبا 27 درجة مئوية. في مناطق شمال المملكة يتوقع أن تكون درجة الحرارة 23 درجة مئوية في المناطق الشمالية، وتصل إلى 25 درجة مئوية في منطقة تبوك. بالنسبة ليوم الاثنين هناك تغيير على الأحوال الجوية، هناك يتوقع حبوب رياح شمالية تزيد سرعتها تدريجيا وتصل إلى المناطق الغربية من المملكة، وتؤدي إلى حبوب ما يسمى برياح الصبا. مثلا نلاحظ الارتفاع الكبير جدا على درجات الحرارة المتوقع في مدينة جدة مع أجواء مغبرة، نظرا لنشاط الرياح الشرقية التي ستؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة على عموم المناطق الغربية من المملكة نهار يوم الاثنين، تصل إلى 36 درجة مئوية في المناطق الغربية من المملكة، تكون في تبوك 28 مع بعض الأتربة أيضا المثارة نظرا لازدياد في سرعة الرياح، 24 درجة مئوية في المنطقة الشمالية، 24 أيضا في الرياض، وأبها 23 درجة مئوية، وتكون في المناطق الشرقية من المملكة حوالي 25 درجة مئوية مع استمرار هبوب لبعض الرياح النشطة بمشيئة الله تعالى. بالنسبة ليومي الثلاثاء والأربعاء تكون هناك ارتفاع درجات الحرارة في مناطق مختلفة من وسط وشرق المملكة، بالإضافة أيضا إلى بعض المناطق في القطاع الشمالي والشمالي الغربي، في حين أن تبقى الأجواء نوعا ما حارة نسبيا في منطقة جدة، لكن الغبار يخف يومي الثلاثاء والأربعاء نظرا لانحسار الرياح المثيرة للغبار، وتبقى الأجواء بعموم مناطق المملكة مشمسة معتدلة أيضا في بعض المناطق، ولكنها تكون قريبة لأنها تكون أجواء حارة في بعض المناطق سيما الغربية من المملكة بمشيئة الله تعالى. يوم الخميس من المتوقع اقتراب منخفض جوي قد يكون شبه خماسيني أو ذات مسار خماسيني وخصائص خماسينية، ويندمج مع منخفض البحر الأحمر ذلك الأمر في المناطق الغربية من المملكة، وبالتالي من المتوقع اشتداد في سرعة الرياح. في مدينة جدة قد يكون هناك مرة أخرى اشتداد كبير في سرعة الرياح صباحا يوم الخميس، تكون ذات الاتجاه الجنوبي تثير الأتربة والرمال، كذلك الحال في المناطق الشمالية من المملكة، في حين يتوقع أن تبدأ أمطار رعدية بالهطول على منطقة تبوك وجبال تبوك ومنطقة حقل وتلك المناطق المطلة على خليج العقبة، وهناك تحذيرات من الآن نطلقها بشأن تلك الأحوال الجوية المتوقعة ربما تؤدي لتشكل السيول مع بدء انخفاض في درجات الحرارة في ذلك القطاع الشمالي الغربي. لكن المناطق الشرقية من المملكة والوسطى بما فيها العاصمة الرياض ومنطقة أبها تكون بمنأى عن التأثيرات المباشرة لهذا المنخفض الجوي يوم الخميس المقبل بمشيئة الله تعالى. أما يوم الجمعة فيزداد وتزداد رقعة تأثير هذا المنخفض الجوي على معظم مناطق المملكة. طبعا هو سيكون عبارة عن منخفض البحر الأحمر وتلاقي لكتل هوائية ما بين ساخنة وباردة في مناطق مختلفة، وبالتالي هناك حالة من عدم الاستقرار الجوي. تتركز هذه الأحوال الجوية غير المستقرة في المناطق الشمالية من المملكة سواء في منطقة تبوك أو حتى منطقة عرعر والمناطق الشمالية مع انخفاض على درجات الحرارة وهطول لأمطار رعدية قد تؤدي إلى تشكل السيول في مناطق واسعة من تلك المناطق. أيضا تتهيأ الفرصة لهطول بعض الأمطار أيضا التي ربما تكون رعدية أيضا في مناطق مثل جدة وقرب المدينة المنورة، بالإضافة إلى القطاع الشمالي من المنطقة الوسطى تصل إلى بعض مناطق القصيم أو حتى مناطق حائل، هناك الفرصة مهيئة لبعض الأمطار التي قد تكون رعدية، وذلك الأمر يوم الجمعة المقبلة. أجواء غائمة جزئيا في مرتفعات جنوب غرب المملكة الجمعة المقبلة، وتكون هناك تأثيرات محدودة للحالة الجوية عليهم، إنما تنشط الرياح على منطقة الرياض وبعض المناطق الوسطى، وتكون هناك الأجواء مغبرة في الرياض تصل درجة الحرارة إلى 29 درجة مئوية، في حين تتهيأ الفرصة في ساعات الليل لبعض الأمطار في منطقة الدمام مع نشاط في سرعة الرياح. إذن هذه تقريبا بمجمل الأحوال الجوية متوقع هذا الأسبوع في المملكة، أجواء مستقرة في معظم الأيام
الأعلام إلا أنها تكون مغبرة، مثلا يوم الاثنين في مدينة جدة، مرة أخرى يوم الخميس، وهناك حالة من عدم الاستقرار الجوي تنتظر المملكة نهاية الأسبوع المقبل من مشيئة الله تعالى. أتمنى لكم جميعا أسبوع سعيد ومبارك أينما كنتم متابعين في المملكة العربية السعودية. دائما لا تنسوا أن تتابعونا عبر تطبيقاتنا ومنصاتنا المختلفة في حال ومتابعة التغييرات الجوية. كان معكم محمد الشاكر، إلى اللقاء.